ما تقتل لي عيال. تدري ايش بصير الدمي؟ وش؟ اطلد اطلق حجاجك بالانجليزي. اطلد احتاج. ابى اعلمكم. عطونا يا الربع. ابى اعلمكم. قولوا لا اله الا الله. لا اله الا الله حق. حلو. عطونا سوالفكم اللي صارت. احنا اكيد ان اغلبكم مو بغلبكم كلكم وقت التصفيات ما خلى مكان ما راح له عشان الناس تعرفه. عطونا الاحداث حدث صار معك ما تنساه. اسلم اسلم ابو عبد الرحمن. حدث صار معي ما انساه. كذا شخص هي حدثين. مره انا جيت رايح المكان ذاك اللي فيه مجمعات. اي عرفت. مو بليوك. عرفت؟ الوكاد. يوم جيت عند المواقف انا انتظر لي رجال. الذيك الهايلوكس اللي مرت من عندي فين؟ وهو يرجع يمر فين؟ وهو يرجع ويوقف عندي. ينزل الدريشه فيها اثنين. السلام عليكم. قلت عليكم السلام. قال انت المشهور. اول واحد في الحياه يوقفني يقول يصور معي. في المواقف كنت انا معك ولا في الثانيه؟ يعني جانا في المواقف. اي في المواقف. اي اسلم. الله قال الله بيض الله وجهك. اذريه ما يدري اني من قناة الواقع وشاف المقطع يوم يقول انا هنا شاعر. ايه قال وانا شفت مقطعك والله عز الله. قلت الله يطول بعمرك. تقهوا معنا؟ قال تب. قلت مرحبا بكم مسحلة. اثري ورا فيه اثنين مدري ثلاث عددهم ستة وهم ياخذون فرة وهو يجي خوي وانتظرهم انتظرهم اثري يجي لتمهم هم انتظر انت خذيتني حوالي نص ساعة انتظرهم يمشوا. قال خوي قال مشينا. قلت راح ما امشي ريقي المتممين لي انتظر ما في احد. والسالفة الثانية مع الرجال الطيب ذا. اي والله مع فلاح. جينا في اليوك كان معنا كم واحد من الشباب ما ادري هو انتم معنا ولا لا. ادور انا وياه ما اتوقع ان احد بيعرفنا. وشوي عقب السالفة ذيك ولا الثانية اسرك حقت ال ال هذيك. لا وش تقول؟ البنت الصغيرة اللي سلمت علينا. لا في واحدة جات ابى الاحظ ظاهر انها اول مرة ان احد يصور معانا. استحى اول مرة اشوف فلاح. جات قالت السلام عليكم نايف وفلاح. ولا استحيت. قلت حيا ان شاء الله. طالع في فلاح كذا. نايف يطقطق يقول تشرح مدري ايش يعرف يعني عنده الناس متجمعين علينا فهمت؟ فاقول خلني بدور لنا فلتر يضحكون اثنين هناك فلاح كذا. والله اني لو قالت كيف حالك يمكن ابكي. والله عرفت؟ وهي تجي قالت لا خلاص ابى اصوركم انا وانا اعطيها الجوال نوقف كذا. فلاح اسمع يقول جنبي يا رب انها تعجل يا ويلي والله. يقول والله الموقف الحرج. قلت بلعب على دخل عادي. فقلت اعطيني صوره. قالت بيض الله يجيكم الله لينكم. الوكاد نحن ذاك اليوم ما رقدنا من اللقاء. موسى علمهم الموقف اللي صار انا وانت ذاك اليوم. روح عندك الكلام. بيجي الدور. لا لا عندي. بيجي الدور اسلم. لا خلنا اخر شيء. يلا يا فلا. انا طول عمر أول شيء فيه موقف اللي أكرره وأعيده في نفس الطلعة مع أبو عبد الرحمن. يلا أجلس. أجل أنه موقف زود غلاء نايف عندي أبعاد وأبعاد. يعني والله عكس حسن تربية الرجال ذا. الأمر الثاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المواقف في موقف عشان تدري أن الدنيا قصيرة فعلا. يوم من الأيام جيتكم يا طول عمار و في التصفيات وقلت بنسوي فعالية بسيطة اللي هي جمعتهم الشباب وقلت لهم بعطيكم أبيات شعرية بيت إذا أعطيتك بيت اللي يطري في بالك قله. يعني مثلا جاي عند نايف أقول رفيق اللي يقول له مثلا أجنبي اللي أنا أوقف على بابه ثم حصل واحد من بني عمي يقول نايف طرع علي خوي الفلاني فهمت كذا. في أبيات مضحكة وأبيات مدح. مشيت بالدور لين وصلت فيصل بن طلال الله يذكره بالخير وعطيته بيت فيه طقطقة فيه سقاطة بسيطة فهمت؟ لكاعة الشعار ولا فهمها فيصل. فيصل قال المفروض انه ما يشبه فهمت؟ فيصل شبه بمن؟ شبه قال من سماه؟ قال طرى علي رفيقي الله يذكره بالخير رياض القحطاني.
ونعم اي ضحكنا اهل الموقف. انا ما اعرف الرياض ذيك الفتره يعني مشت لي قعدنا نضحك شوي. الرياض اللي معنا الرياض اللي فوق. لا لا خوي اللي غير واحد من خوي غير بالجانب الاسطبل وامشي يا طول عمر معنا رياض المارك. اي انا ما اعرفه هو يعني ما يعرفني ما بيننا. وتنتهي الحلقه انا وخلف ضحكنا جاء وش فيكم تضحكون وعلمته بعد البث قعدنا نضحك طلعنا قالوا الوعد في المكان اللي انت قهوه فيه خبرينا انت ايه شاي المهم اروح واوقف كنا ويكند زحمه 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 زحمه